السلام عليكم. سنتعلم اليوم past continuous، زمن الماضي المستمر. إذا لاحظوا معي هذا المثال: أنا، I، كنت، was، أعمل، working، working. البارحة، yesterday، yesterday. إذن هذه الجملة في الماضي المستمر، past continuous. لاحظ معي، أول شيء نبدأ بالفاعل. الفاعل أنا، إذن أنا I، نبدأ بالفاعل. بعد الفاعل نكتب was أو were، وهذان هما الشكلان الذي يأخذهما الفعل be في الماضي. إذن was أو were حسب الفاعل. إذا لاحظ معي، هنا لدينا I، عندما تكون I نقول I was، أنا كنت. إذن I was، بعدها الفعل، هنا لدينا الفعل أعمل، أعمل work، لكن الفعل مع إضافة ing. إذن work ونضيف له ing فتصبح working. Yesterday البارحة. إذن الفاعل I، بعدها was، لأن I نقول I was، بعدها الفعل work مع إضافة ing. إذن نستعمل past continuous الماضي المستمر عندما يكون الحدث أو الفعل في الماضي ويستمر لمدة زمنية معينة. إذن هنا الحدث هو أعمل، نتكلم عن الماضي yesterday، كنت أعمل البارحة في الماضي، وهذا العمل يعني الفعل استغرق مني مدة زمنية معينة، مثلا عملت لمدة ست ساعات مستمرة. مثال آخر، إذا قلنا نبدأ بالفاعل. الفاعل هنا أنت، you، الفاعل you. بعد الفاعل إما نكتب was أو were، لكن حسب الفاعل، فعندما يكون الفاعل you نقول you were، you were. أنت كنت. بعد were نكتب الفعل، الفعل هنا تلعب، تلعب play، مع إضافة ing إلى الفعل. إذن الفعل نضيف له ing تصبح playing. إذن الفاعل you، بعده were وهو الفعل be في الماضي. لماذا were؟ لأن عندما يكون الفاعل you نكتب were، بعدها الفعل والفعل هو play مع إضافة ing في النهاية، وهنا نكون عبرنا عن هذه الجملة في الماضي المستمر past continuous. إذن كرة القدم football، football. هذا this، this. الصباح morning، morning. أنت كنت تلعب كرة القدم هذا الصباح، you were playing football this morning، you were playing football this morning. إذن هنا استعملنا الماضي المستمر past continuous. هناك سببين. السبب الأول، فمثلا التقيت بصديقي في المساء وقلت له كنت تلعب كرة القدم في الصباح، والصباح يعتبر مدة زمنية من الماضي. إذن هذا هو السبب الأول، الفعل يحدث في الماضي. السبب الثاني
هو أن الفعل أو الحدث يكون مستمرا لمدة زمنية معينة. يكون مستمرا لمدة زمنية معينة. فعندما كان يلعب مباراة كرة القدم، استمرت هذه المباراة لمدة مثلا ساعة أو ساعتين. إذن يكون في الماضي ويكون الحدث مستمرا لمدة زمنية معينة. لاحظ معي، بينما while هما هن يعني جماعة الغائب، نقوله they. إذن they هو الفاعل subject. كان إما نكتب was أو were حسب الفاعل. هنا لدينا they، إذن they نقول they were، نكتب were. بينما هما كانا، بعد were نكتب الفعل، الفعل هنا يشاهد، إذن يشاهد watch. لكن نضيف ing آخر الفعل، إذن watch نضيف ing فتصبح watching. الفاعل they، بعده were، they were، بعده الفعل watch مع إضافة ing watching. التلفاز نقول television أو TV. إذا لاحظ معي، أنا I كنت، إذن أنا هو الفاعل subject، بعدها إما نكتب was أو were حسب الفاعل. هنا لدينا الفاعل I، كما قلنا I أو he she it نكتب was، إذن I was، أنا كنت I was. بعد was نكتب الفعل، الفعل أقرأ، إذن أقرأ read مع إضافة ing في النهاية ing فتصبح reading. إذن الفاعل they، الفاعل I، بعد الفاعل were، بعدها الفعل ing، الفاعل was، بعدها الفعل ing. إذا لاحظ معي، هذا هو الاستعمال الثاني للماضي المستمر past continuous. إذن الاستعمال الثاني، لاحظ معي، هم كانوا يشاهدون التلفاز. إذن هذا هو الحدث الأول، هم كانوا يشاهدون التلفاز. وأنا كنت أقرأ، أنا كنت أقرأ، هذا الفعل الثاني. إذن هم يشاهدون التلفاز، أنا أقرأ. إذن نستعمل الماضي المستمر عندما يكون هناك حدثان يشاهدان، وأنا أقرأ يعني حدثان يحدثان في نفس الوقت، فعلان يحدثان في نفس الوقت، وبطبيعة الحال يجب أن يكون في الماضي. إذن فعلان يحدثان في نفس الوقت في الماضي، لذلك استعملنا كلمة while، بينما. while تعبر عن شيئان أو فعلان يحدثان في نفس الوقت وكما قلنا في الماضي. هي she. إذن she هو الفاعل، بعد الفاعل يأتي was أو were حسب الفاعل. لدينا she نقول she was. هي كانت تطبخ هو الفعل cook، لكن نضيف ing cooking. إذن الفاعل she، بعده was الفعل be في الماضي وهذا هو تصريفه، بعدها الفعل تطبخ cook مع إضافة ing cooking. عندما when جاء ابنها، إذن الفاعل نبدأ بالفاعل. إذن ابنها، لاحظ معي،
son ابن son ابنها her son إذن هذا هو الفاعل ابنها في الإنجليزية نبدأ بالفاعل وبعد الفاعل نكتب الفعل هنا جاء سوف نكتبه في الماضي البسيط ليس الماضي المستمر بل الماضي البسيط إذن her son came ولقد قمنا بشرح الماضي البسيط في الدرس السابق إذا لاحظ معي سأقول لكم لماذا استعملنا هنا الماضي البسيط إذن هنا استعمال آخر للماضي المستمر past continuous لاحظ معي she was cooking هي كانت تطبخ إذن هذا هو الحدث هذا هو الحدث الذي كان يحدث في الماضي وكان مستمرا لمدة زمنية معينة لكن بينما هي كانت تطبخ تمت مقاطعتها عندما جاء ابنها إذن نستعمل الماضي المستمر past continuous عندما تتم مقاطعة الحدث بواسطة حدث آخر يعني هي كانت تطبخ وتمت مقاطعة هذا الحدث الطبخ عندما جاء ابنها إذن في هذا النوع من الجمل عندما يكون الحدث وتتم مقاطعته فإننا نكتب الحدث الذي تمت مقاطعته she was cooking هذا هو الحدث الذي تمت مقاطعته نكتبه في الماضي المستمر يعني الفاعل بعدها was بعدها cook ing الفعل ing أما الحدث الذي قاطع نكتبه في الماضي البسيط لذلك her son came كتبنا الفعل came في الماضي البسيط وهو الفعل come في الماضي البسيط يتغير تصبح came إذن شكرا جزيلا على المتابعة ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله إلى اللقاء